مفاجآت طيب في نبتدي الأذواق. بقى بالشيف العظيم، شيف شربيني، ملك برامج الطبخ في مصر. الله يخليك تتكلم عن الطبيخ وعن برامج الطبيخ شيف شربيني. وطبعا دلوقتي نجله علاء اللي هو يعني نجم عندنا طبعا زميل عندنا في اون، ولكن وهذا الشبل من ذاك الاسد، ولكن شيف شربيني هو الاصل. قول لي بقى يا شيف، رمضان السنه دي انت عامل لنا ايه؟ الاول كلمني على البرامج وبعدين كلمني على الفخده. برامج عندنا النهارده ما شاء الله، عندنا نخبه في سي بي سي سفره كامله متكامله على كل اذواق الشعب المصري. فيها الشربيني بيعك في الاكل الاورينتال، في اللي بيعمل اكل كلاسيك، في اللي بيعمل اكل شيء يعني حلو، يعني بص كل منوعات الاكل موجوده عندنا. يعني السفره دي 24 ساعه عندك في البيت هتستفادي. انت ليه مصر تفضل في الاكل الاورينتال؟ على قد حالي يا شيف. يا شيف ده انت ملك الاكل. الله كلمني عن الفخده. احنا النهارده شوف يا مراد طبعا هو اللي اكشف الموضوع. حاضر، لان مراد الاكيل بتاعنا، العمده بتاعنا. يا حبيبي اتفضل يا عم مراد. احنا دلوقتي ايه ادوق؟ لا طب ندوق الضيفه الاول، ضيفتنا الاول. لا بص حضرتك، هو انا ضيفه؟ انا ضيفه. ايوه انت ضيفه سفره. ايوه يعني هي قناتك. بص انا عايز اللحمه بتاعتك كده. طيب انت شفتي هي؟ بص هو دخل ايه؟ نسلها ازاي؟ بص نسلها كده. بص حضرتك لازم تبقى دايبه كده. الله 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 الله، دايبه فعلا يا شيف. الجديد بقى ايه حضرتك؟ قول لي انت ايه متبلها ازاي؟ احنا في رمضان بيجينا دايما في كل بيت مصري بنجيب الياميش بتاع رمضان. تعالى يا عم مكرم عشان انت برضو اللي هتورش الليله، عشان انا بخاف منك دايما. اجيب لك لا ازاي يا شيف؟ ازاي يعني؟ شوف بقى دايما ما تعلاش على الحاجب. لا يا باشا، لا يا تسلم لي يا رب. عايزين تدوقوا يعني؟ لو فرصه ما تتفوتش بصراحه. لازم تدوقوا يعني. ينفع تتفوت الفرصه دي؟ هاخد انا الشوكه اللي هتيجي ودوق انت دي. اوكي معلش انا وقعت على الارض، انا اسف. بس هو اكل شيف شربيني ما فيش حد يقدر يتكلم. لا يا حبيبتي ربنا يخليك. حلوه قوي قوي قوي. حلوه قوي. لا متبله تحفه. في عنده اطباق هنا لو عايز. ده في طبق هنا متبله تحفه يا شيف. و ايه ده؟ اتفضلي. رهيبه. اديني شوكتك بقى، انت مش خدتي شوكتي؟ ماشي. انا قلت رهيبه رهيبه. رهيبة. بص بقى يا عم مراد الموضوع وما في. انا بدور اهو، انا بدور. بس والنبي اخد رايك يعني. يا راجل يا راجل. لا 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 يا راجل. ايوه تعالي. انا هاجي بقى اروح بطبق بقى. تجربي ليه ما تخبيش؟ استنوا بقى نجرب الرز. الرز بقى هجيبك. تسلم ايدك. ريحتها فظيعه. انا بقى الرز لو سمحتي. ايوه اغرف لي الرز بقى. شفت بقى غرفه الطباخين؟ ايوه. الطبخه دي تتعمل بفخده دهون يعني كبيره ولا صغيره؟ لا بص حضرتك دايبه. احنا اولا المفروض ان ما تفرش عندنا كبير او صغير لو احنا بنطهي كويس. لو احنا ايه؟ لو بنطبخ كويس. اوكي. تحفه الرز تحفه. طبعا حضرتك لما بنجيب اليميش بتاع رمضان بيبقى كل حاجه موجوده فيه لغايه التمر الهندي. الرز الحلو ده. الف انا شيف. التمر الهندي بقى فيه بيجي منه بيست كده اللي هو زي كتل كده. الجديد النهارده ان انا بتبل الفخده دي. همسك لك الطبق عشان تعرف تتكلمي. همسك لك. ما انا جايب لك حبه رز اهو. اهو خش هتاكل اكل الست ليه بس؟ ده ايه ده؟ الواحد ما يعرفش ياخد منها شوكه رز يا ساتر. اهو يا عم اهو يا عم. ماسكه فيها. مالكش دعوه بالرز بتاعي. ادي حبه سفره اهو. مالكش دعوه بالرز بتاعي. يلا يا باشا. صح؟ ده بالكركم. يلا عشان نعمل بقى يا سيدي. لازم نشوف بقيه الاكل. هدوق. هجيب لك بقى انا شويه. انت بقى فاضي؟ شوكه خلاص. يا جماله. بنتبل الفخده بالتمر الهندي. اوكي. بنحطه في الميه السخنه. بنحطه في الميه السخنه يدوب. بعد كده بنصفيه. انا فاهم بقى البهارات بتاعته، لان اللحمه الضاني بالذات بتحتاج حاجه لان هي طعمها او ريحتها نفاذه. يا تاخد توم كتير يا نعناع يا زعتر اي توابل. فانا فكرت في التمر الهندي هيكون افضل واحسن وموجود عندي في رمضان. فبقيتها ايه سر الرز يا شيف شربيني؟ ايه السر قبل الشوربه بتاعت الفخده؟ بتاعت الفخده باخدها الاول في الشوربه، تاخد غلوتين بعد ما اديناها التوابل بتاعتها الحلوه، وبعدين اخدها ادخلها الفرن.